تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، وكابتن اسامه عرب، وكابتن احمد بلال. نور كابتن. نور كابتن ناصر. كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي على الاداء والنتيجه، مباراه كويسه. هارد لك للنادي الاتحاد المنستيري. خلينا في البدايه اقول بس المباراه بتندرج تحت الصعوبه، هل هي سهله كابتن علاء ولا متوسطه ولا صعبه؟ خلي بالك، هو سيكازوي حكم الحكام الكبار يمكن 2010 دولي. النادي الاهلي النهارده سهل مهمه، يعني الدقيقه 14 هدف احمد عبد القادر خلى الامور تمشي بشكل فيه ارتياحيه لطاقم التحكيم. النادي الاهلي كسبان المباراه الاولى 1-0 كابتن شريف، لما يبقى النادي الاهلي في الدقيقه 14 بيجيب هدف وبعدين هدف تاني، الامور كلها سهلت ومفيش صعوبه على المباراه. كمان مفيش اختبارات كمان في الصندوق يا كابتن ايمن، مفيش يعني مفيش حالات قوي فجه. اذا النهارده بنقول ان سيكازوي محظوظ باداء النادي الاهلي، والمباراه النهارده مر بيها بشكل بدون اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه. خلي بالك كمان طاقم التحكيم كابتن علاء هو اللي معاه ده بيلعب معاه على طول، وده ميزه الاطقم اللي هي بتبقى موحده. هم رايحين كاس العالم اللي جاي. سيكازو النهارده بنتكلم فنيا عنده اخطاء، بنتكلم كمان في عنصر مهم جدا اللياقه البدنيه يا كابتن. هو عنده التحمل العام كويس قوي كابتن علاء، ولكن لما نيجي نعمل في الهجوم المعاكس هتلاقيه عنده مشكله في السبرنت، عنده مشكله في القراءه، هتبص تلاقيه بعيد. وهنا النهارده انت رايح كاس عالم، المفروض تطور من ادائك في سرعه الارتداد، لان في اكتر من لعبه بتبقى اللعبه في اخر خط هجومي وانت بتبقى في نص الملعب، ما بتقدرش تواكب الهجمات المرتده. ولكن زي ما قلت الحاجات دي ما بانتش قوي او ما حدش هياخد باله منها نتيجه النادي الاهلي النهارده فايز 3-0 كابتن جلال، فما حدش واخد باله من الحاجات الصغيره ديت. معانا الحالات يا كابتن ايمن، وهنشوف الحالات التحكيميه اللي موجوده. يمكن معانا 7-8 حالات هنا. شوف هنا، ده اللي انا بقول عليه بقى كابتن، هدف احمد عبد القادر النهارده في الدقيقه 14، والحكم محظوظ لما يبقى الفريق في البدايه بيجيب هدف. ده انا جايب اللقطه الاولى لاحمد وهو بيجيب الهدف الاول. هو هنا قدر النهارده احمد يخش ويستغل الزاويه الضيقه، ويمكن كان طامع في الكوره، ولكن هنا هدف جميل جدا جدا بيسهل مهمه التحكيم في المباراه كابتن شريف، ودي اول حاله جايبينها معانا. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا بنتكلم في هل هناك لمسه يد على لاعب الاتحاد المنستيري ولا مفيش؟ حاطط ايده ورا. تمام. بص يا كابتن ايمن، هنا اللقطه ديت عشان خاطر في بعض يقول لك هو بيحط ايده ظهره، من حقك. ولكن طب سؤال، هو هنا طبعا هنا مفيش مخالفه، لان هنا الايد ورا الظهر وما خرجتش. ولكن ممكن يا كابتن بلال لو انت لاعب بتحط ايدك ورا ظهرك وبعدين بتطلع بايدك بره كده، بتبقى انت قاصد، ان رغم ان هي بتبقى يعني ورا ظهرك، ولكن ممكن تاخد مساحه من الجسم. ولكن هنا انا شايف ان هنا الحاله هنا لا تستحق مخالفه، وهنا قرار الحكم هنا قرار صحيح. هنا الكره تصطدم باليد المضمومه، وهنا ما فيش مخالفه ركله جزاء. دي اول حاله كانت معانا. الحاله اللي جايه وهنا اكرم، هل هنا مخالفه تستحق البطاقه؟ نشوف. يمكن هنا اكرم طبعا التزم وما فيش اي اعتراض ورجع على طول. نشوف هنا الدخول هنا كابتن بلال، هنا الدخول هنا حظه حلو قوي اكرم ان هو فوت اون فوت، بس الرجل على الارض، وهنا انذار مستحق لاكرم في هذه الحاله. ده اول انذار، يمكن المباراه كان من نصيب اكرم توفيق. الحاله بعد كده شوف هنا، هنلاقي سكوت يا كابتن. هنا في سكوت، حتى اللاعب بص بيحاول، لسه الكره ما جاتلوش المهاجم بتاع الاتحاد المنستيري كابتن احمد كابتن علاء. نشوف هنا الكره بتتلعب، الهيد مفيش مخالفه هنا، وهنا ورا الراجل هنا بيسقط قبل الكره ما تيجي، وبالتالي اللاعب الاهلي لما هو سقط وقع عليه. هنا مفيش مخالفه، واستمرار اللعب هنا كان قرار جيد من الحكم اللي كان عنده زاويه رؤيه جيده وامر باستمرار اللعب، مفيش مخالفه داخل الصندوق. الحاله اللي بعد كده دي الحاله انا بستغرب قوي، وهقف هنا بقى كابتن بلال. انا كنت اتكلمت في البدايه على الكونتر اتاك. هنا الحاله هنا فاول واضح جدا جدا جدا. خلي بالك من الاخطاء اللي هي ايه، خلي بالك اي خطا على الصندوق هنا كابتن، ده فاول وانذار كمان. هنا انذار مظبوط ومخالفه،
وهنا بنقول الاخطاء اللي هي على منطقه الجزاء دي وارد جدا 70% جون. صح. نتيجه اهمال الحكم فيه ان هو ما وصلش كابتن بلال، وده اللي احنا بنقوله يطور من ادائه في الكونتر اتاك، يعمل سبرنت يروح عشان خاطر يقدر ان هو يحتسب. هنا في مخالفه واضحه جدا والارقام موجوده لصالح طاهر محمد طاهر، ولكن الحكم هنا لم يشير باحتساب المخالفه، ودي كانت من الاخطاء اللي هو يعني كانت عند سيكازوي في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده شوف اللعبه دي بردك عند المساعد رقم 2، وهنا يمكن لو كان الهدف جه كان هيتحسب. انا ما رفعش كابتن علاء، ما رفعش المساعد رقم 2 وما رفعش، بس هي اوفسايد. ودي ميزات وعيوب الفار. الفار تعال بقى نشوف الزاويه اللي هي اللي جايه هنا، لحظه اللمس، التسلل، هنلاقي هنا التسلل موجود بجزء من لاعب نادي الاهلي، مع ان اللي واقف يعني التوقع بتاعهم ممتاز يا كابتن علاء، بس صعبه. عارف يا كابتن، هقول لك على حاجه، خلي بالك هو واقف ممتاز، ولكن في نقطه مهمه جدا، هل انت ربطت؟ ما انا عشان اقف ممتاز لازم اربط لحظه اللمس. مظبوط صح. هنا كابتن، هنا هرجع تاني بعد اذنك كابتن شريف، انا معاك، هات الزاويه الثانيه، هات الزاويه الثانيه، ايوه تمام كده، نمشي هنا، ما فيش اوفسايد، هنا ما فيش حاجه خالص، هنمشي نمشي اول ما جه، بس انا هنا بربط بين حاجتين يا كابتن، بين اخر تاني مدافع اللي هو الازرق، وبين اللمس الكره ديت. هو هنا مع اخر تاني مدافع، بس هو ما ربطش لحظه اللمس، وبالتالي هنا عدت منه، ولو كان جه هدف هنا كان الهدف كان هيتم احتسابه. لا ما هو رد علينا في الثانيه اللي هي دي حاله بنقول المساعد يعني لابد انك انت تركز في ربط لحظه اللعب الكوره. الحاله اللي جايه وحاله مهمه جدا ايضا، هو هنا لاعب النادي الاتحاد هنا بيرتكب مخالفه بتهور، وهنا البطاقه مستحقه لم يتردد سيكازوي. بنشوف هنا طريقه الدخول، هنا بنشوف اللاعب هنا حتى في تهور، وهو تهور مش على الكوره، وبالتالي هنا انذار سهل، هو هنا انذار مستحق اللاعب الاتحاد المستيري. حتى هنا مساعد هنا اشار بالتعاون، يمكن اداله القرار او ساعده في القرار في هذه البطاقه. اخر حاله بقى معانا هنا، وحاله هنا من الحالات المهمه، هنا في مخالفه لصالح عمرو السليم، هنا استخدام المرفق كابتن، وده يعني ودي من مشاكل الحكم. خلي بالك الكره دي كانت ممكن تيجي جول، خلي بالك كابتن بلال لما نشوف اللعبه هنا الايد هنا رايحه في الجزء اللي فوق، وبالتالي هنا هو سمح بسم الله وراحت هجمه على النادي الاهلي، يمكن دي بعض الحالات. هو ادى انذار او كارت اصفر لعمرو السليم؟ لا لا، لعب منعم، ادى مين انذار؟ عمل منعم، لعب منعم، هم بيقولوا له، هم النادي الاهلي النهارده بيقولوا دي فاول واضحه جدا. هي. حتى ممكن تدي فيها انذار للاعب الاتحاد. طبعا هو طبعا النتيجه سهله والامور ما فيش مشكله، راح مدي انذار. الجون اللي جبناه بتاع شادي اوفسايد اللي اتلعبت، مش عندك بالعرض، في شك، وحسين الشحات رجعها له، حسين كان في موقف تسلل. بص الحاله دي كابتن، هي هو النهارده شادي مش في موقف تسلل، لان الكره سابقه، اللي كان في موقف تسلل في الاول خالص كان حسين الشحات، تمام صحيح، ولكن هو لو حسين الشحات في التسلل الكره جايه من الخلف الامام، وكانت ممكن تبقى جون. كابتن شريف بحييك طبعا انك انت عندك ملاحظه، اللعبه دي كانت معانا بس احنا زي ما قلت ما كانش فيها مشكله. بشكل عام كابتن، اخطاء التحكيم النهارده مش مؤثره، وزي ما قلت النادي الاهلي النهارده سهل طاقم التحكيم. صحيح. نتمنى كابتن ايمن، احنا الدوري جاي، كابتن علاء، كابتن اسامه، كابتن شريف، كابتن بلال، بنقول الدوري جاي ان شاء الله. لجنه الحكام لحد دلوقتي ما تعينش، واحنا النهارده الدوري الممتاز بدا، نتمنى ان لجنه الحكام تشكل، لان احنا بنتكلم في تعيينات الحكام في الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه محتاجه تكون في لجنه تعين الحكام، لان مش واحد بس اللي بيعين يا كابتن او اثنين، احنا تبقى لجنه اربعه او خمسه، عشان الخمسه يقدروا ان هم يبقى عندهم القدره في يحطوا الحكم المناسب في المباراه المناسبه. حضرتك هتقلقنا من الاول كده يا كابتن ولا ايه؟ لا يا كابتن بالعكس، احنا مع التحكيم يا كابتن ايمن، مع التحكيم هنقلق احنا كده قلبا وقالبا، والحكام جاهزه، ولكن زي ما قلت احنا كبشر لما يبقى في اربعه بيخطوا ياخدوا القرار، غير لما يكون في واحد بياخد القرار. صحيح. كابتن بلال، نتمنى ان يكون في لجنه الحكام تعين في الفترة القادمة، بالتوفيق طبعا لكل عناصر اللعبة، بالتوفيق النادي الأهلي في المباراة القادمة بإذن الله، ونتمنى طبعا للتحكيم في كل مجالاته سواء محليا أو دوليا التوفيق إن شاء الله لكل حكامنا المصريين.